البرنامج برعايه اهلا بحضراتكم معانا في الركن الحواري لحلقه الحصاد اليوم، واللي هنخصصه للحديث عن الانتاج الزراعي اللي احنا بنريد ان هو يتطور ويعني يطلع لقدام. كتير من مزارعينا عندهم بعض المعلومات الخاطئه فيما يتعلق بالممارسات الزراعيه وفيما يتعلق بطريقه الانتاج او الحصاد او حتى التعامل مع المحصول ما بعد جنيه، وده بيؤدي الى مشاكل في هذا المحصول ممكن يترتب عليها ان هي تضر الانسان المصري داخليا او انه يمنع تصديرها الى الخارج، وبالتالي بنفقد ميزه كبيره جدا لما حصلنا. ازاي ممكن نتتبع العمليه الزراعيه من اولها لاخرها، وازاي ممكن نستغل البحث العلمي في خدمه المزارعين وفي خدمه تنميه العمليه الزراعيه؟ ده موضوعنا الاكبر النهارده اللي بنحاول الحديث فيه مع دكتور ضياء الانصاري، استاذ مساعد بكليه الزراعه جامعه الاسكندريه. اهلا بحضرتك معانا دكتور. اهلا سعادتك. اهلا وسهلا. يعني النهارده احنا عاوزين نحصل على منتج نحس ان هو منتج جيد نظيف بالنسبه للمستهلك المصري المحلي، وممكن كمان تصديره للخارج. احنا لو حاولنا دلوقتي نقيم العمليات الزراعيه اللي بتحصل حاليا، وهل ممكن ان تؤدي بينا الى هذا الناتج ولا لا؟ الواقع ده موضوع مهم جدا، وانا بنتهز الفرصه اللي مع سعادتك وعايز اوصل رساله للمزارعين رقم واحد، وبرضه للقائمين على البحث العلمي في الجامعة وفي مراكز الأبحاث. أول حاجة، مصر إحنا اللي أسسنا وزرعنا بتاريخ الزراعة، إحنا اللي حطينا علوم الزراعة، الري، إحنا أول من اخترع التقنيات الخاصة بالتخزين والتداول، لما المصريين القدماء خزنوا القمح في صوامع هم اللي عملوه، هم اللي ابتكروا أول نظام في العالم في التخزين. إنما نيجي نشوف الواقع اللي إحنا فيه دلوقتي، هنمسك مع حصيل أي محصول بالعشوائي، محصول زي الطماطم، مصر رابع أكبر دولة في العالم فيها مساحة طماطم. المفروض المساحة الحالية بتاعتي إن أنا أأكل العالم كلها طماطم، إنما اللي بيحصل إيه؟ إن أنا 60% من الطماطم اللي باكلها في السوق مستوردة من بره، برغم إن مساحتنا هي الرابعة على مستوى العالم، وبالتالي المفترض الإنتاجية تكون أكتر من كده بكتير. جد إحنا المفروض أأكل العالم كله بمساحة الحالية، مش عايز أزودها. محصول زي البصل، مصر يعتبر من اكبر دوله في العالم في انتاج البصل، وموطنها في مصر، البصل جاي من مصر. انما المشكله الكبيره ايه؟ برضو عندي مشاكل كبيره في التصدير. محاصيل زي الفراوله، امريكا الفراوله دي يعني نشات في امريكا، والامريكان من الف سنه 1940 بداوا في جامعه كاليفورنيا يطوروا اصناف الفراوله وانتاج الفراوله على مستوى العالم، هم اللي بدعوه. لكن لما الحاجات دي وصلت لنا مصر عشان احنا جونا احسن ونقدر نطلع احسن فراوله في العالم، امريكا بطلت تزرع فراوله، بقت تستوردها مننا احنا. نيجي نشوف اللي بيحصل دلوقتي ايه. المزارعين عندهم مشاكل ضخمه في الانتاج، بعض الدول بدات تهدد انها توقف استيراد الفراوله من مصر. علشان ايه؟ علشان كلام بسيط جدا، وللاسف القطاع الخاص عليه برضو عامل تاني، ان كل القطاع الخاص بيفكر في حاجه واحده بس اللي هو الربح السريع. وهستخدم مصطلح اسمه الدجل العلمي. جميل، ده حضرتك فتحت يعني كتير من الملفات كده مره واحده، فعايزين نقسم الملفات دي كده جزئيه جزئيه. الاول فيما يتعلق بمحصول الطماطم، حضرتك هنا بتقول ان احنا مساحتنا كبيره جدا ومع ذلك لا تتناسب مع الانتاجيه، طب ما ده مشكله البحث العلمي، لان احنا بنقول انه يعني يا جماعه احنا عاوزين توسع راسي وتوسع افقي، وان كان لدينا المساحه الكبيره دي لماذا لا نتوسع راسيا؟ هنا مشكله بحث علمي في ايجاد يعني اصناف جديده وسلالات جديده قد تؤدي الى زياده انتاجيه. والله والله يا فندم كل الاصناف موجوده. انت لو تتخيلي يعني مثلا محصول زي الطماطم ده، انا ممكن ارفع انتاجيته على الاقل 30% بدون ما اغير حاجه من اللي احنا بنعملها. يعني مثلا محصول زي الطماطم ده بيصاب بمرض فيروسي مشهور اسمه تبرقش اوراق الدخان. المرض ده بيجي من نبات قريب للطماطم اسمه التبغ اللي هو الدخان نفسه، بيصاب بالفيروس ده عادي جدا. فلما اي حد بيمسك علبه سجاير هي اوريدي بيبقى عليها الفيروس ده، فتلاقي اي حد بيشتغل في الطماطم ده حاجه طبيعيه جدا،
داخل الصوبه في المشتل او في الارض عمال بيشرب سجاير او معسل وبتاع، انت من قبل ما تبدا انت ضيعت 30% من محصولك. يعني فقط يوقف التدخين في المناطق دي انتاجه هيزيد على الاقل 30% ان ما كانش 70%. ان التوباكو موزايك فيروس، فيروس تبرقش اوراق الدخان، بيقلل الانتاج من 30 ل 70% وبيبقى ساعات اعراضه هيدي مش باينه. ده موجود عندنا في مصر؟ موجود يا فندم طبعا. بديك مثال، انا ما بتكلمش بقى لا تسميد ولا ري. طب بنتكلم عن عادات سيئه لم نذكر بعد اي معاملات زراعيه. ما دخلناش في اي حاجه لسه. واخد بال سعادتك؟ الزراعه لها اساسيات. يبقى انا عندي بجهز نبات كويس وارض كويسه، بحدد برنامج تسميد مظبوط، بس ري مظبوط. كل ده المزارع ما بيفكرش فيه للاسف. ليه؟ تيجي بعض الشركات والمدعين بالعلم عايزين الربح السريع، يقول له خد رش المركب الحيوي ده، استخدم مستخلص الحيوي ده، منشط الجذور، كله كلام ربنا خلق النبات. يعني النبات من 100 سنه قبل اختراع العلم ده كان عايش ازاي؟ النبات بقاله ملايين عايش، مش محتاج انا منشط جذور ولا بتاع ولا اي حاجه. انما المزارعين في مصر للاسف، وبرضه في دور كبير على الارشاد الزراعي، ودي نقطه عايز اتكلم فيها برضه، سابوا اساسيات الزراعه وماسكين في تفاصيل ملهاش علاقه بالزراعه. يرش مركبات ملهاش لازمه، بل الاخطر من كده، بيرش من مركبات حيويه، يقول لك حيوي مجهول المصدر، النتيجه تبقى ايه؟ بيحط فيه حاجات مش مكتوبه على الليبل، يجي يصدر حاجه زي الفراوله، يقف التصدير لا ده فيه مواد غريبه حتى مش موجوده في لسته المبيدات، يعني مواد ماهيش مبيدات اصلا، تبقى مواد حامله للمبيد مثلا. هرمونات، منظمات نمو، ان الشركات دي بتضحك على المزارع، بتدي له مواد يرشها على النبات يلاقي تغير سريع. التغير السريع ده تغير لحظي، زي ما واحد كده بياخد حقنه مثلا جلوكوز او حقنه يعني فوق لحظيا، وممكن يكون بيموت، وممكن يكون بيموت، يدي له مسكن لحظي، فالمزارع يحس ان حصل حاجه، مجرد اسبوعين ثلاثه النبات بيموت وكلابس ومفيش انتاج. موضوع في منتهى الخطوره. ده بتعزي الى ايه؟ هل ما فيش رقابه جيده على يعني سوق المبيدات الزراعيه حتى الان والحاجات المقاومه للافات، ولا يعني بتعزي هو بعزي؟ اول حاجه انا هجيب اللوم على المزارع. المزارع، ودي نقطه برضو، 70% مشكله على المزارع. انا اتخرجت من اليابان الدكتوراه بتاعتي، كان في هناك حوالي 2000 مركز بحثي وجامعه. ال 2000 مركز بحثي والجامعه الكونتريبيوشن او الاسهام بتاعهم في تطوير الزراعه كان لا يتعدى 30%. 70% من التطوير في العالم، مش في اليابان وفي امريكا وفي اي حته من تطور العلم، على القطاع الخاص. القطاع الخاص في حاجه اسمها البحث والتطوير، هو اللي معاه الفلوس مش احنا، وهو اللي بيدي فلوسه. انما لما يجي واحد دجال ونصاب، اي نعم ما فيش رقابه عليه، طب انت صاحب الفلوس يضحك عليك ازاي؟ فالمزارع عليه دور، لازم نوقف الكلام ده. دي فيها جزء برضه ثقافة مجتمعية، الإيمان بأنه رجال الأعمال عليهم دور في أنهم يمولوا البحث العلمي، أمال إيه؟ لأنه هيرجع عليهم بالفايدة في النهاية لما يبتكروا منتجات جديدة. لكن دي ثقافة غائبة عن رجال الأعمال المصريين. ما دي أنا عشان كده أنا 70% مشكلة هرجع لرجل الأعمال والناس اللي ماسكين عصب مصر واقتصاد مصر. تيجي تقول له خد عينة قبل ما تزرع حل، يقول لي هي التحليل غالي. يا واحد بيشتغل بملايين، هفترض زي زراعه زي الفراوله، الناس اللي بيشتغلوا فيها عتاوله مش اي كلام. ان فدان الفراوله ممكن يصل التكلفه بتاعته 100,000، يعني من 30,000 ل 100,000. لما اقول له خد عينه حللها ب 200 جنيه استكترها، وفي نفس الوقت لما تحصل له المصيبه يبدا يستخدم مبيدات بعشرات الالاف، والنتيجه برضه بيوقف التصدير ومش عارف يصدر. ده ان هو مش عارف يدور فلوسه كويس، او لو هو بيربح وفي معظم ودي المصيبه الثانيه، ممكن يربح بس هو ربح سريع وقليل، هو مش واخد باله من الربح اللي جاي ولمده محدده مش مستمر. فده يعني المزارع عليه دور كبير، وانا والمزارعين يتحدوا مع بعض ويعملوا جمعيات صغيره ويفعلوا دور الجمعيات فعلا. والارشاد يقول لك انا ما عنديش مرشد، يا حبيبي ما عندكش مرشد، العالم كله بطل الارشاد ده على فكره، يعني اللي بدعوا الارشاد في العالم وقفوا نظام الارشاد لانه لقوه مكلف وملوش لازمه. فبدا حاجه اسمها الارشاد مرفوع الاجر، بقت حتى الجامعات بره لو هيبعت مرشد المزارع باجر، اللي هو الارشاد مدفوع الاجر. أيوة، وارشاد القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص عليه دور. ممكن القطاع الخاص، طب حضرتك بتتكلم هنا عن ممكن يكون ارشاد مدفوع الاجر للناس عندها
عشرات ومئات الأفدنة وبتزرع على مساحة واسعة، لكن الفلاحين المصريين والمزارعين في أغلبيتهم العام يعني عندهم كم إيراد فدان بيزرعه، ما عندوش تكاليف الإنتاج غالية عليه، وبالتالي إن احنا نطلب منه مقابل الإرشاد ده هيبقى صعب عليه. عشان كده انا بقول يتجمعوا المزارعين الصغيرين، يتجمعوا 20 30 واحد مع بعض ويجيبوا واحد مرشد من القطاع الخاص اللي فاهم، هتيجي تقسم الفلوس دي على 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 10 فدان، على 20 فدان، على 30 فدان. والمشكله يعني هيدوا الارشاد يعني النهار ما هيجي مرشد القطاع الخاص هياخد كام يعني؟ انما هو ممكن الفدان الواحد يدي انتاج عالي قوي وفلوس هتغطي الكلام ده. انما احنا بنبص للشورت تيرم او النظره القريبه وما بنعملش. انا هرجع تاني اقول المزارع عليه دور كبير والقطاع الخاص لا، هم اللي بيسهموا في البحث ودي فلوسهم، مش فلوس الوزاره ولا فلوس الجامعه، احنا ما عندناش فلوس، هم اللي معاهم فلوس وهم عاملين بيزنس. العالم كله بيشتغل كده، فاحنا لازم نتجه في الاتجاه ده. الدور الثاني والاخطر بقى علينا احنا كواحد في الجامعه. قبل ما نروح للجامعه حضرتك كلمتني عن رجال الاعمال او القطاع الخاص اللي هو ده الفلوس بتاعته بيدورها، فلازم يدفع في مقابل الحصول على المعلومات اللي تؤهله من مزيد من الانتاجيه. وكلمنا عن المزارعين وفكره الجمعيات التعاونيه. فكره الجمعيات التعاونيه دي فكره بتنمي الزراعه جدا واستخدمت في دول عربيه اخرى وجابت نتائج هائله. ليه في مصر التعاونيات عندنا ضعيفة، لا تستطيع القيام بأدوار اقتصادية، لا تستطيع التسويق لنفسها، لا تستطيع يعني إقامة مشروعات، هي دورها بس كله إنها بتوزع شوية سماد على يعني حاجات بسيطة جدا لا ترقى لدور التعاونيات. ويا ريت تكلمنا بالمقارنة بتجارب تعاونيات أخرى في العالم. التجارب أقرب تجربة اللي في اليابان. المزارع اليابانيين زي مصر نص فدان ربع فدان، ما ده الغريب. بس التعاونات اللي بيديرها اللي بيفعلها برضه فلاحين تاني واصحاب الاراضي. يعني الوزاره هي ملهاش دور، المدير تنظيمي فقط، المفروض تنظيمي، بعمل تشكيل حاجه بقى ده التنظيمي، انما تفعيل حاجه تيجي من الناس دايما. الفلاح عليه دور، يعني انا مثلا واحد فلاح عنده بياخد باله من الارض كويس جدا وبيعلمش ومش مهتم باللي حواليه، اللي بيحصل ايه؟ وده برضو مشكله كبيره، بتلاقي اللي حواليه مش فاهم زراعه ما بيعلموش يسيبه، فتلاقي تصاب افات في الحقل اللي حواليه. ايه اللي هيحصل؟ زرع صغير، انت مصلحتك تساعد جارك علشان هتعود عليك في المصلحه اللي هو ربح ويربح. الثقافه دي احنا عايزين نبدا ننميها. المزارع مش متخيل المواضيع دي. زي ما قلت عايزين نرجع لاساسات الزراعه اللي كل العالم بيتبعها. يعني اسال اي مزارع في اي حته، انت حطيت برنامج الري بتاعك على اي اساس؟ مفيش حرد، ما يعرفش يرد، هي كلها تخمين. فاحنا بنعتمد على التخمين في الزراعه. انا على فكره انا ما اقدرش اوقف التخمين خالص، ان احنا بنتعامل مع الطبيعه، ممكن اي حاجه تيجي عكس اللي انا عايزه، انما بحاول بالعلم والوسائل العلميه الحديثه نقلل التخمين ده ونحصره يبقى في حته صغيره، يبقى القرار اللي انا واخده مبني على معلومات. والتقنيات الحديثه دلوقتي سهله جدا ورخيصه، يعني ممكن انا شخصيا عملت تجارب كتيره ان اعمل حاجه زي بورتابل لاب، معامل متحركه تنزل الارض تحلل على طول بتكلفه بسيطه جدا. وبنستخدم بعض تقنيات اسمها البريسيجن اجريكلتشر او الزراعه المنضبط زي الاستشاره عن بعد، اقتصاديه على مستوى خمسه فدان، بتدي تحليلات فوريه للنبات في الارض في ظرف ساعه، وبعد في خلال يوم بيتعمل زي اشعه في الارض كده احنا بنعملها خرايط تقول لك والله المنطقه دي فيها مثلا افه زي النيماتود الربع النص فدان ده، النص باقي الارض ما فيهاش، يبقى تستخدم مبيد على قد الحته دي بس. مبيد زي النيماتود ده الفدان ممكن يتكلف 3000 جنيه علاج، غير مشاكل اللي ممكن يبان في تحليلات لو انا استخدمته غلط. فعمليه استخدام تطويع التقنيه الجديده لخدمه المزارع الصغير في منتهى السهوله. انما الحرب هنا بتيجي منين؟ برضو من الناس اللي بيقودوا الدجل العلمي بقى، اللي عايز الربح السريع، يجيبوا مركبات مجهوله المصدر، يضحكوا على المزارعين، يردوهم حاجات يقول لك مستخلص حيوي، مش عارف ايه حاجات الحيوي دي. يعني اسم جميل بيتم استخدامه لحاجات ما هياش، هو يعني مسمى براق عشان يوحوا بانه ما فيهوش حاجه مبيدات ممنوعه او كده. أيوة. ملاك حيويه دي. أيوة. يعني بعيده عن المبيدات وبالتالي ممكن تصدرها، يعني في حين انها ممكن يعني تكون عكس كده تماما. ربنا مدي النبات القدره انه يخلق كل حاجه، يخلق احماض امينيه، يخلق فيتامينز، يخلق كل الكلام ده بدون الحاجه انا ارش الحاجات دي. الحاجات دي رشها يعني انا في اوضه انعاش، يبقى انا مش بنتج. المزارعين بيستخدموا تقنيات الانعاش في الزراعه، لا يمكن هتحصل على الانتاج. النبات عايز ياكل من بقه من الجدر، اديله تسميد مظبوط وري مظبوط، وهو عنده قدره
يدي انتاج عالي جدا. طيب بس احنا يعني دايما بيقال انه الفلاح في كل دول العالم يتم دعمه على مستوى حكومي بشكل كبير، وان هو يعني طبعا لغلاء برضو منتجات الانتاج والمدخلات وكده بيتم دعمه. هنا الفلاحين اللي برضو انا مهتمه بيهم اللي هم عندهم مساحات صغيره، ويعني ثقافه ان احنا نجيب معامل متحركه او متنقله، او ان احنا نستعين بخبير كده يجي يشوف مثلا المساحه بيني وبين جيراني، دي ثقافه مش موجوده. حتى يتم تعميم الثقافه دي او نشرها، الا يقدر مثلا بان احنا نعمل ثقافه حكوميه، او يكون دي فلسفه الحكومه في ان احنا نتعامل بهذا الشكل مع الارض؟ الحكومه عليها دور بسيط قوي، تعمل نموذج صغير ورجل الاعمال لازم يتبنى الكلام ده، ان هو هيفيده، هو اللي في البيزنس. بعض رجال الاعمال بيطبقوا الحاجات دي، بيطبقها في مصر بس على نطاق محدود، وهو بيصرف عليها لنفسه، مش عايز حد يعرف حاجه، وانا هبقولها على الهوا. لا انت احنا لازم على سبيل الاستئثار يعني؟ عشان هو الوحيد اللي بيفهم الانتاج وخلاص، فدي مصيبه. فانا عايز المزارعين الصغيرين اللي بفدان وربع يتجمعوا في تعاونيه. والله العظيم الحاجات دي تكلفتها لا تذكر، يعني فلوس تكلفتها لا شيء. بس المشكلة زي ما قلت سعادتك هي الجهل بالمعلومة. هقول لسعادتك على حاجة، احنا شوف احنا في ظل هذا الظروف واحنا بنستورد معظم اكلنا. مصر الارض انا بقولها زي البسبوسة كده. الجو زي الفل، ازرع 12 شهر في السنة اي محصول، ازرعه طول السنة في مصر. اقدر في مصر ازرع اي محصول في العالم. في العالم. مفيش ده متوفر في اي في معظم الدول، مش موجود. انما المشكلة ايه؟ ان احنا دخلنا في طريق وثقافة وبرضه بيزنس ما هوش كويس، المزارعين اتعودوا على عادات خطأ، بقالهم 20 سنة بيزرعوا غلط، والنتيجة أهو انخفاض إنتاج، بنستورد، عندنا فقد كبير في الخضار والفاكهة بعد الحصاد حوالي من 20 لـ50%، وده موضوع خطير تاني. مش عارفين نصدر كويس بسهولة. يعني لو المزارع والقطاع الخاص فضلوا بنفس الطريقة مش هيجيبوا نتائج جديدة، إن هو بقالنا 20 سنة أهو ودخلنا خلاص دخلنا في الحيطة. طيب. لازم عنده استعداد بقى انه يغير الافكار بقى والمفاهيم بقى بالراحه، مش عايزينه زي ما قلت لك فكره التدخين، موضوع التدخين ده مثلا. هو يعني ده بس مجرد وعي، يعني لو احنا جمعنا العادات السيئه اللي ممكن تؤدي للكلام ده بس، وعملنا نشرات بيها كده وعي في الجمعيات الزراعيه، ممكن تحدث فرق كبير. بس حضرتك كنت يعني عاوزين نتكلم على موضوع برضو الدوره الزراعيه، بما بنتكلم عن ان المساحات صغيره ومفتته، وعاوز الجمعيات الزراعيه تقوم بدورها، هنا برضو اهميه الدوره الزراعيه ايه بالنسبه للمزارعين؟ والله هقول لساعتك على حاجه، من الصعب ان انا اجبر حد يشتغل يزرع محصول معين الا وانا هامن له فلوسه. يعني ما اقدرش اقول واحد ما تزرعش كده وهو عايز يزرع، الا لو اديله بقى الفلوس اللي هو هيكسبها. الدوره الزراعيه ده فكر، عشان يقول لك ايه، انا بزرع محصول يعني مثلا زي الفراوله او البطاطس، ما ينفعش ازرع فراوله وبطاطس في نفس المكان علشان ما تنتقليش امراض. ده فكر كويس قوي، انما العلم وفر حلول للكلام ده كله. يعني انا زرعت حاجه في الفراوله محصول زي الفراوله وعايز ازرع في نفس الارض تاني، في حاجه اسمها تعقيم الارض، مش محتاج للموضوع ده خالص. مجرد ما بعقم الارض في تعقيم شمسي، في تعقيم ببعض الكيماويات الخاصه، ولازم اشوف دايما اقتصاديات الموضوع ده بالنسبه للمحصول اللي بزرعه. يعني عندي محصول زي الفراوله والارقام اللي هقولها انا عارفها، ومزارعين ما يحبوش يقولوا الكلام ده في الميديا، بس انا هقوله. يعني محصول زي الفراوله ممكن الفدان يبدا المكسب بتاعه من 30,000 لحد 250,000 و300,000 صافي الربح. لو انا عقمت فدان ب 20 أو 30,000، ايه يعني تكلفه 100,000 وممكن اصفي ربح 200,000. انما لو زرعت قمح هصفي ربح كام؟ عشان كده هنقول دي محاصيل اسمها استراتيجيه. ايوه بقى. محصول استراتيجي طبعا. وذات قيمه عاليه. لازم الناس المزارعين اللي بتوع الفراوله، مش اي حد يقدر يخش في زراعه الفراوله. استثماري ده بقى، ده طبعا اقتصادي. انه لازم عنده نولج. فلازم ننشر النولج ده، اي حد بيتعود يعمل حاجه بيفضل يعملها. بس انا هقول تاني، هيفضل الوضع كما هو بدون اي تغيير. مش هننتج، مش هنقعد نستورد، وهيزيد الفجوه ان انا عندي تعداد سكان بيزيد، هنبقى كمان قريب قوي 130 مليون في فتره قريبه. الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك هتزيد. واللي اخطر بقى من كده ايه؟ هفترض ان انا تحت هذه الظروف جمعت محصول. المصيبه ان انا عندي 20 لـ50% من المحصول اللي بجمعه بيتلف نتيجه
الظروف غير جيدة أثناء عملية التعبئة والنقل والوصول للمستهلك. طيب خلينا نتكلم عن النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا وحكيمة الحقيقة. احنا من غير ما نعمر صحراء ومن غير ما نستصلح اراضي جديده أيوة. لو عالجنا الجزئيه دي هيبقى عندنا وكاننا ضعف المساحه اللي عندنا انك بتتكلم من 20 ل 50%. اه طبعا. نعمل ايه علشان يعني نقلل هذا الفقد الرهيب اللي ما اعتقدش انه موجود في دول اخرى كده بهذا الرقم المخيف؟ والله العظيم الدراسات اتعملت في مصر على الموضوع ده بقالها اكتر من سنه 1980 وصلت لهذه النتائج، وانا ذات شخصيا عملت بعض الابحاث في الموضوع لقيت نفس النتائج ما اتغيرتش، اما كانش بتزيد. طب نسمعها تاني معلش. اما كانش بتزيد. اتفضل. انا هقول ساعتك من المحاصيل يعني الحبوب احنا عندي فقط 15%. تخيل عشان يعني مثلا ناس بتخزنش في صوامع مفتوحه فالعصافير بتاكل الفئران بتاكل. 15% فقط في القمح والحاجات دي. الخضر الفاكهه الفاقد في المتوسط 20%، بعض المحاصيل ممكن يوصل 50%. الفاقد في الخضر من 50 و70% وساعات بيوصل 100% في بعض الحالات، بيبقى تكلفة ان انا اجمع المحصول كمان مش جايب همه فيتحرث في الارض. وهنا مشكلة خاصة بالتسويق، ان المزارع مش عارف يسوق محصوله صح. ايه المشكلة؟ لما يتعمل قاعدة بيانات على مستوى مصر للتسويق ونستخدم حاجة زي التليفون المحمول بابليكيشن. انا عارف بعض المشاريع بدأت تشتغل في الاتجاه ده بس في حلول. المصيبة ان في احتكارات وفي سماسرة في النص هما اللي بيكسبوا برضو في المواضيع دي والمعلومة مش متاحة لأي مزارع، وبرضو ما عندناش احنا سياسة ان انا احدد السوق قبل ما ازرع. ان هنا فيها هنا عشوائية في الشغل، والمستهلك عليه دور اكبر بقى. ان المستهلك بيقبل باكل الحاجات، يعني مثلا انا عندي مثلا ودي المصيبة التانية بقى، انا بصدر خضار وفاكهة لانجلترا او امريكا او دول عربية زي دلوقتي. اللي بيحصل ايه؟ مزارع يبدأ بيستخدم مبيدات، فالمبيد ليه فترة ما قبل، يعني المفروض لما ارش مبيد استنى شوية على حسب نوع المبيد لحد ما يختفي تماما من المحصول اصلا ويروح. فبيحصل ايه؟ بيبقى هو مستعجل وعايز يجمع، فقوم جاي منزل سوق محلي مفيش رقابة. ويبدأ لما يختفي المبيد يبدأ يصدر بره، يعني بره يعني ولاد ناس واحنا لا. لا هو هياكله كمان، هو بينسى الحكايه دي. يعني هو هياكله. هو ده مصيبه، ده هو اول واحد مضرور هو وعياله في الموضوع ده. بالظبط. اول واحد انه معرض وهو المعرض للتركيز العالي المبيد وهو بيرش ويسخن اكتر واحد. فهو يشفق على نفسه قبل ما يشفق عليا. انا علمت ان لجنه المبيدات بدات تاخد اجراءات شديده في الموضوع ده، ومفروض المعلومات اللي سمعتها ان بظرف 3 سنين هيمنع اي مزارع ان هو يطبق بنفسه المبيد، وهيبقى في مبيدات. وده موضوع مهم، هتبقى مهنه جديده يعني. العالم كله شغال كده صحيح. يعني مش احنا مش بنخترعش. ده زي اللي حضرتك ذكرته في الاول ان يكون في ارشاد مدفوع الاجر، برضه هي مهنه المطبقين كده، واحد أيوة. بيفهم كويس جدا في التراكيب وفي علاج الارض وهيجي مقابل اجر صحيح ممكن يكون رمزي لكنه في النهايه هيفتح فرصه عمل لنفسه وهينقذ الارض من اللي بيحصل لها. بالظبط. فانا عايز اقول ايه الـ 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 يعني احنا عندنا يا فرحتي انا بصدر وانا بناكل حاجات وحشه. لا يعني في مثل بالخواجات يقول لك ايه جاربج ان جاربج اوت، يعني او هدخل مثلا قمامه زي أو ما طلع لي هنا زي ما ما ينفعش. احنا لازم كلنا غير على نفسنا، احنا يعني احسن اي حد. واحنا وغير على نفسنا وعلى عيالنا وعلى يعني انا فرحان بره عايزين صحتهم كويسه واحنا صحتنا وحشه. ف يعني لازم يكون في حته ايمان عند المزارع بسيطه كده يعني بربنا ويراعي ربنا. المصيبه ايه؟ ان المزارع برضو مش عايز كل حاجه القيها عليه. عندنا نسبه جهل كبيره. المزارع بيروح لمحل المبيدات ما عندوش خبير او حد يقدر يستشيره يقول له انا عايز ارش دواء. المبيد ده محل صاحب محل، المبيد هو المفتي بقى هنا، هو الخطير. ان هو اول حاجه ممكن يبقاش متخصص، عايز يسوق حاجات معدده، بيغش بعض المركبات، بعض المزارعين ممكن ده بقى اللي بتسميه بالدجل العلمي. أيوة. هنا في المنطقه طبعًا دي المبيد طبعا صاحب المحل. والشركات تروح تلف على المزارعين ان كله سايبهم، فبيدوا له حلول يعني يدوا له مركبات يرشها يتهيأ له النبات يتحسن. في الوضع ان مفيش انتاج خالص بياخده وبيخسر فعلا. يعني ده حقيقي قليل قوي المزارعين في مصر بيكسبوا، بس بيكون متعلم بالصواب والخطا بقى. بس هو بيعتقد انه المبيدات مغشوشه، لكن هي ما بتبقاش مغشوشه، هي بتبقى مركبات مش هي مش مبيد خالص، يعني هي بتبقى مبيد. حاجه أو مش مبيد اساسا، وممكن هو بيرشه غلط او بيرشه غلط او بيستخدمه في غير موضعه او فاساسا. بالظبط حضرتك يعني كلام مظبوط جدا. انا هنا عايز اقول ايه؟ هي سلسله متواصله قبل الحصاد وبعد الحصاد. والله العظيم الموضوع حله سهل،
طب بس قبل ما نروح يعني حلول برضو، احنا ما زلنا في منطقة الفاقد ده لان انا مهتمة بيه، بعضها نتيجة مثلا لعدم وجود صوامع للتخزين او غيره، برضو التسويق ممكن يكون عامل لكنه مش كل العوامل، ازاي ممكن نتعامل مع ده الخضر والفاكهة؟ حاول هل التصنيع الزراعي ممكن ينقذنا من الموضوع ده، ان احنا لو حتى عندنا حاجة لم نستطع تسويقها يمكننا ادخالها في التصنيع الزراعي وحفظها، زي الطماطم تتحول لبيوريه طماطم او اي حاجة يعني على هذا طبعا المنوال. التصنيع الزراعي خطير، بس هو برضو يعني صاحب المصنع لما بيعمل مصنع بيبقى عامل بطاقة إنتاجية محددة. إحنا ما عندناش معلومات متوفرة من السوق يقدر صاحب المصنع يتوسع ويبقى متأكد إنه هيشغل مصنع كل يوم، فبيبدأ يشتغل بحرص إنه عايز يشتغل في طاق محدد يقدر يوفر لمصنعه وطاقة محددة. النقطة التانية، إحنا عندنا فكرة ومفهوم إن أي حاجة بتروح تصنيع دي حاجة الوحشة أو السكند هاند أو لا، ده كل ده دلوقتي في تفتيش، يعني لو اصدر صلصه بره مثلا او اي حاجه ده عليها اجراءات رهيبه جدا ومرعبه. فالتصنيع مش معناها الحاجه اللي البايظه، بايظه، لا ما دي ده الفكر التاني بقى، لا ده الموضوع اتغير خالص دلوقتي، ده بالعكس ده لازم اعلى جوده كمان. المنظومه تاني بتاعت لما جينا درسنا وحللنا موضوع الفاقد ده في بعض الشغل والابحاث بتاعتنا ومشاريع، لقينا ان السوق مرتاح، انا كله مبسوط، ما هو ايه اللي هيدي انسنتيف او حد يطور؟ دافع. لو مثلا اللي بينتج اللي بيعبي الطماطم في اقفاص فبتتعض، بتعض قفص وتتبهدل، التعبئة بشكل خاطئ ممكن تضيع جزء كبير من المحصول. ده معظم الضايع هنا. طب انا سؤالي، ايه اللي هيخليه يعبي في بلاستيك او حاجه كويسه طالما هو بيجيب فلوس وبيكسب، وطالما المستهلك بينزل السوق ومبسوط وبيشتري الطماطم المفعصه والمخبوطه وما عندوش ثقافه وبيشتريها وبيديله فلوس، السوق متوازن. هتحاول تخش مش هتعرف تعمل حاجه. يعني انا حاولت اتدخل، عمليه متعبه جدا ومرهقه، يعني فعلا انا فاهمها. السوق وصل لمرحله من التوازن ان الثمار المفعصه والمدوده لها سوق. وبتتباع، طالما هي بتتباع خلاص. ما في يعني، هي دي النقطه. معظم دول العالم ما فيش ثمره بتنزل السوق الا تحت الرقابه. ما الفكره ان احنا لو اهتمينا بالنقطه دي ممكن نزود حجم الصادر للخارج، يعني ما هو ده حتى لو السوق داخليا توازن او ارتاح لهذا المفهوم الخاطئ، لكن احنا لو اعتنينا بان احنا نعبئ بشكل جيد زي ما بيحصل في الفراوله دلوقتي لان هي بقت حاجه استثماريه، ممكن كمان نفتح اسواق جديده للتصدير للخارج. والله ساعتك محصول زي النخيل، مصر في المنطقه اكبر دوله في مساحه النخيل حاليا. طب احنا بنصدر ايه في النخيل؟ لا شيء. والنخل كله بيقع من على الشجر. يعني انا مش عارف اجمع البلحايه كويس، اغسلها احط على شويه شوكولاته وابيعها بدولار ولا 2 دولار البلحايه. اعتقد دلوقتي في تجارب شويه ناجحه بسيطه بعد مهرجانات بسيطة جداً. البلح اللي بتتعمل في سيوه او في كده، محاولات طبعا وفي الصعيد في بعض المشاريع بدات تشتغل، انما انا بتكلم على انا اكبر دوله في العالم، دول حوالينا ما عندهاش حاجه وبتصدر بكميات ضخمه جدا. يعني احنا الموضوع كله ان انا مش عارف اجمع الحبايه واحطها في علبه واغسلها كده انضفها واحطها في علبه شيك، دي مشكله. العين دي بتاكل لا دي مشكله يعني احيانا اولا، ده يعني عمليه صعبه جدا، عمليه صعبه جدا. واخد بال ساعتك لو كل محصول قعدنا نتفرج عليه الموالح، مصر احسن دوله في العالم تطلع موالح، مش عارفين برضو في مشاكل، مش قادرين نتصدر اكتر من ثلث انتاجنا. كل محصول، العنب في دول هتنافسنا جامد جدا فيه. انا هرجع بقى تاني من الاول، المزارع هو صاحب راس المال وده البيزنس بتاعه، ان ما كانش هيعرف يزرع كويس يسيبه الشغل ده بقى يسيبها. ما نقدرش نقول ما انا بقول ده احنا عاوزينه وعاوزينه يفضل فيها، لانه للاسف كتير من المزارعين بدا يعزف او ولاده يعزفوا عن الشغلانه دي، فاحنا مش عاوزين كده، ده احنا عاوزين نشجعهم ونخليهم يعني يستمروا. بالظبط كده، ما انا عايز اشجعه ايه بقى؟ لازم بقى يبدا يطور نفسه، لازم يطور نفسه شويه. طيب هنا بقى نتكلم عن الزراعه الجديده، الزراعه الحديثه كده. مصر طبعا طول عمرها بتزرع وهي بلد زراعيه من 7000 سنه زي ما بنقول، بس لازم كمان نواكب التكنولوجيا الحديثه والتقنيات الحديثه في الزراعه. ايه الجديد في الزراعه اللي احنا محتاجينه علشان يعني نديها كده طاقه انعاش وتتقدم للامام؟ والله هقول لساعتك على حاجه، يعني نمسكها من اول بذره. في حاجه دلوقتي اسمها البذور الصناعيه، في حاجه اسمها البذره الصناعيه. دلوقتي معظم المحاصيل احنا ممكن نعمل منها بذور صناعيه بتقنيات زي زراعه الانسجه. عندي
عندي من أول الري للتسميد لمتابعة الآفات، يعني مثلا ايه المشكلة لما كل مزارع معاه تليفون محمول وانا عندي مركز ارشادي خاص او مركز تبع الحكومة يصور الآفة ويبعتها للمركز، حاول بتكلفة جنيه يتعرف له على المشكلة. في افكار رهيبة عندنا، اقمار صناعي بدل ما يستنى بقى المرشد الزراعي لما يجي له يكون المحصول انتهى، فهو فعلا بتقنيه بسيطه ممكن على واتساب او التقنيات الحديثه دي يصور صوره ويبعتها للمركز. ايوه المركز يشخص له حاجه بسيطه، عشان يقول مزارع صغير مش قادر يجيب مرشد، والله انا عندي مشكله فلانيه، ياخد استشاره، ادي استشاره بجنيه. انا عندي كم الف كم مليون مزارع. انا النقطه هنا الثانيه ايه؟ والله دي افكار بنطرحها وانا ما يهمنيش مين هيستفيد بيها ومين هيطبقها، بس انا استاذ في الجامعه وصعبان على البلد، لما دول تانية تستفيد بينا واحنا نطورها لما نسافر ومش عارفين نطور هنا في مصر. يعني حاجة زي الاستشارة عن بعد، انا ممكن باستخدام الاقمار الصناعية المتاح ومجاني اقدر اعمل مسح شامل للمحاصيل في مصر، نعرف نحل واماكن المشاكل والري واحتياجات مائية والكلام ده كله. فين فين الشغل؟ يجي ولازم اقول حكمة الحق، وزير الزراعه وزير التعليم بياكدوا على استخدام التقنيات الحديثه. انما في بعض، انا سمعت اكتر من مره موضوع استخدام الاستشاره عن بعد، لكن هو بيطبق ازاي بقى؟ هل بيطبق ولا لا؟ يعني مش نازل على الارض الواقع، يعني ممكن مشاريع كبيره بتطبق فيها حاجات بسيطه، انما ما خدش الحجم الكامل بتاعه. هتلاقي بعض القيادات اللي على الارض بقى، سيبك من القيادات الكبيره، هم بيبصوا ما عندهاش استعداد تعلم، هي شغاله كموظف عايز ياخد مرتب وخلاص يروح ويترقى في وظيفته، يبداوا يحاربوا التقنيات الجديده والشباب اللي بيشتغل فيها، يقولوا والله احنا مش فاهمين حاجه من الكلام ده، الكلام ده ملوش دعوه بتخصصنا، ملوش موضوع في منتهى الخطوره. وانا بناشد القيادات الكبيره لازم يشددوا ان مش اي حد، ما فيش جامعه ولا مركز بحث بيشتغل في اي بحث كده بمزاجه، لازم نواكب نشوف ايه الجديد في العلم ويتفرض على الباحثين الاتجاهات الجديده اللي تخدم البلد، ابحاث واقعيه. انما شغل الابحاث التقليديه بتاعنا بقى في الجامعه والوزاره، يجي حته صغيره كده ويعمل عليها تجارب، الكلام ده مش هيدي نتائج خلاص. دي كانت اول نظم بحث علمي من زمان. ازاي هنا بقى نفعل منظومه البحث العلمي؟ ومش هنتكلم عن التكاليف او يعني اللي هي تمويل البحث العلمي، لكن هنتكلم عن الافكار اللي ممكن ترجمتها للواقع وحل مشاكل الواقع. نبتدي منين؟ هل يعني نرصد مشكله ونشتغل عليها ونشتغل عليها كده باسلوب صغير زي ما حضرتك ذكرت، ولا ازاي نعمل ايه علشان نستفيد من البحث العلمي اللي مال الادراك ده؟ والله هي زي حضرتك قلت بالظبط، انا اشوف ايه المحاصيل اللي انا بزرعها وايه مشاكلها، واكلف والله الجامعه الفلانيه انت مطلوب منك تحلي الموضوع ده برضه، واديهم تمويل. ما هو لازم برضه القطاع الخاص عليه دور، لازم يدفع للجامعه والوزاره ويبقى في ثقه، عدم ثقه. انا في برضه هنا حاجز من عدم ثقه كبير، ودي لازم اقوله، ما بين الفلاح والقطاع الخاص وبين الوزاره والجامعه. ان الوزاره والجامعه، وانا لازم اقولها بقى على الهواء، كله شغال كموظف وخلاص دلوقتي، وعايز يترقى عايز ياكل عيش كده وخلاص، وده ما ينفعش، حرام اللي بيحصل، لازم نغير والله العظيم اقسم بالله احنا عندنا مجموعه علماء في مصر في جميع المجالات يغيروا العالم، بس بيوصلوا لمرحله مش عارف يشتغل. القياده بتوجه توجيهات صريحه ومباشره، يجي بقى الناس اللي على الارض اللي هم القيادات اللي على الارض دي بقى في كل الاتجاهات، في الجامعه في الوزاره، يبدا بقى هو مش فاهم ومش عايز يفهم ومش عايز يتعلم، يبدا يحارب الاتجاهات دي بقى، لا هو عايز كله تقليدي، شغل التقليدي. طب حل لي مشاكل الفول في مصر وانتاج الفول بدل ما بستورد معظم الفول بتاعي من بره، حل لي مشاكل استيراد القمح، ايه المشكله عندي؟ الجماعه بتوع الخضر يحلوا مشاكل الخضر في مصر، انا اكل العالم بستورد، انا استيف من اكلي، والجماعه اللي شغالين في الفاكهه نفس الموضوع. اقسم بالله معظم مشاريعنا في الزراعه مشاكل بدائيه كلها وتم حلها في العالم من 100 سنه فاتت. المشكله ان احط الحل للمزارع بس واقنعه، يعني دي 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 ده الدور. انا برضو كل مشارك في بدرجه، بس القطاع الخاص هرجع تاني اقول عليه 70% من تطوير الزراعه في مصر
والجامعه ووزاره الزراعه عليها ال 30% التانيين. الكلام بقول ده جامد وان شاء الله انا عاشم خير في الجيل الجديد اللي طالع والشباب الجديد ان هو يحاول يتفائل. خلي بالك محصول زي الفراوله اللي احنا عندنا مشاكل حاليا في تصديره في مصر، المحصول ده لو وقف تصديره هتبقى فيه مصيبه كبيره. ان محاصيل زي الفراوله دي الفدان مش شايف فيها عمال كتير جدا، كل دول هيتسرحوا. في محاصيل ما تحتاجش عماله كتيره، انما في محاصيل استراتيجيه عندنا في مصر العماله وبتاكل ناس كتير. الموضوع كله هيتاثر، الكل هيتاثر في مصر. فمرة تانية ال 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 ارجوكوا وبقى ناشد يبقى في تعليمات صريحه تروح للوزاره، لازم ابحاث واقعيه من ارض الواقع بتحل مشاكل. بعض الشركات بتخش بفلوسها مصريه او خارجيه، يعني مثلا واحد يقول لك الماء المغنط مثلا، انا مش عايز اقول لك كلام خطير، وعلاج الملوحه، الكلام ده كله ما ليس له اساس علمي، ويبداوا بالفلوس يخشوا في المعارض بفلوسهم ويعرضوا شركات كثيره جدا، ومزارع غرقان بيتعلق بقشاية. انا عندي مشكله زي الملوحه معروفه في كل العالم ان علاجها بالري، بزود ري مثلا وبحالج ملح بيدوب في ميه، يبدا يخش لك بقى بحاجات دجل، بقول لك بقى والله تعديها في مغناطيس، يبدا فيزيائيا، والكلام كله مش مثبت. المصيبه ايه؟ ان ولا بحث في مجله علميه محترمه، يعني احنا في البحث العلمي في حاجه اسمها المجلات العلميه اللي هي الاي اس اي اللي هي معترف دوليا متراجعه من علماء دوليين، ما تلاقيش اي حاجه من الدجل العلمي ده في اي مجله من دي، ما فيش اللي عندنا بعض للاسف المجلات اللي ممكن ننشر فيها محلي حاجات كده، كلام كله اتحط تحت بند الدجل العلمي تاني. والنتيجه اهو انا بستورد كل اكلي والتصدير هيقف بالطريقه دي. احنا برضو مش عاوزين يعني نسود الصوره، مش عايز اسود حضرتك طبعا، حضرتك عاوز ان الامور تبقى يعني طبعا الحل سهل جدا الحقيقي، لكن برضو في جهود كبيره جدا خاصه فيما يتعلق حضرتك ذكرت مثلا لجنه المبيدات والقضاء على متبقيات المبيدات، التعاون مع جهات دوليه بتقوم بالتمويل في هذه المنطقه بالذات علشان مش بس خارجيا التصدير لكن كمان على المستوى المحلي. المعامل رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه اصبحت زي ما حضرتك بتقول كده منتشره، معامل متنقله على مستوى المحافظات منتشره دلوقتي في 15 محافظه اعتقد وهتزيد عن كده لرصد المتبقيات دي. فاعتقد ان في مشروعات هم ادركوا الحكايه دي وشغالين عليها كويس. انا بطمن، لكن هي الفكره ان حضرتك يمكن عاوز توسع الصوره ان احنا بما اننا بلد زراعيه لا يصح ان احنا نستورد كل ده، فعاوز تحل المشاكل الاساسيه المتوطنه في الزراعه المصريه بشكل جذري من خلال بحث علمي محترم يتناولها مباشره. وبحث علمي من القطاع الخاص كمان. من بحث وتطوير. انا بقول ايه؟ والله الحلول سهله. والناس اللي على الارض اللي بتشتغل مع المزارع على الارض يعرفوا يحلوا. المشكله اللي قاعد في المكتب ده والعامل بيفتي والعامل بيقرا في الكتب ويديله حلول نظريه من كتب مش هتوصل لحاجه. واخد بال سعادتك؟ يعني ايه رايك لو نلقي الضوء يعني معا، يعني ان حضرتك قلت لي ان حصلت على درجه الدكتوراه من اليابان صحيح كده الكلام؟ يعني وهي لها تجربه في الزراعه، قول لي يعني ايه ابرز الحاجات اللي احنا لابد ان احنا نستفيد بيها عشان ما نخترعش العجله؟ ده احنا رحنا بنقول دلوقتي عاوزين نعمل مدارس يابانيه استفادتها من التجربه اليابانيه، فليه ما لا نستفيد من تجاربهم في الزراعه الحديثه؟ والله انا اول حاجه النهارده لما رحت الاستاذ بتاعي كنت بزرع محصول عنب كده، حصلت لي فيه مشكله، فقلت له لو سمحت تعالى معايا عشان تشخص المشكله، قال لي لا انت تشخصها بنفسك. قلت له بس انا ما اتعودتش. قال لا مش حاول، انزل هات العينه ابدا افحصها حاول توصل للمسبب في الاخر تعالى اسالني. فاول حاجه هو التشخيص الصحيح للمشكله. لو انا بدات حل اي مشكله بدون ما اشخص اسبابها مظبوط جميع الاجراءات المترتبه عليها غلط. عشان كده احنا في عصر العلم وفي الاقمار الصناعيه والبذور الصناعيه وحاجه رهيبه، واجي بعتمد على قرارات تخمينيه في كل حاجه في الزراعه. يعني لما اسال مزارع انت اخترت الارض دي تزرع فيها المحصول ده على اي اساس؟ ما بيعرفش يرد. هي شكل الارض عجبته. اساله طب لكن برضو في خبرة مزارع مصري، يعني المزارع المصري برضو مزارع ناصح زي ما بنقول كده باللغة العامية، يعني هو برضو بيبقى عارف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، واحيانا برضو هو ده بالصواب والخطأ في الحلول. هو ده بالصواب والخطأ. اتعلم بالصواب على 20 سنة، انما نقليه من الأرض دي لأرض جديدة. هيقعد له 10 سنين على نتعلم تاني. يعني المزارع سبحان الله يقعد في الأرض بتاعته بالصواب والخطأ كل سنة يعرفها أكتر من أي جهاز واجب. بس خسر وكسب وخسر وكسب لحد ما عمل منظومة، بس في الآخر
هو مع المشاكل اللي عندنا بنواجهها في الزراعه في منتهى الخطوره، ما اقدرش اشخصها بالعين كده. طب اذا حبينا ان احنا يعني نضع حلول او اهداف رئيسيه للزراعه المصريه في الفتره القادمه علشان ننهض بيها، في رايك ايه المجالات الرئيسيه اللي لابد ان احنا نستهدفها في الزراعه للنهوض بيها؟ اول حاجه طبعا واخطر حاجه الري. اولا عندي مشاكل كبيره جدا وتحديات في الري. ونيجي نخش اي مزارع عندنا في مصر هتلاقي ما فيش حد بيروي باساس علمي. تقول له بتروي على اساس ايه؟ هو شاف جاره بيعمل كذا بيعمل زيه. المصيبه ايه؟ ان في معظم المزارع اللي بنشوفها بتبقى المشكله في المزرعه اللي عملت مشاكل في الانتاج والتصدير بتبقى زياده الري. يعني عمر ما دخلت مزرعه كانت المشكله عندهم نقص ري الا قليل قوي. زياده الري. هو فاكر لما بيزود الري ان هو المحصول هيزيد، لا غلط. زياده الري بتموت المحصول، نقص الري ما يموتوش. فيبدا يزود الري، المحصول يبدا يصاب بامراض كتيره جدا، يبدا يخش في المبيدات، يبدا مش عارف ينتج، يبدا التربه نفسها ممكن تتدهور حالتها جدا كل حاجه. والحاجات دي بتنزل مع الميه تحت ويحصل تلوث في الابار، تطلع الميه اللي بعملها وبستخدمها فيها ملوثات. فنمسك منظومه الري دي عايزه شغل على الارض حقيقي. ويتعمل قوافل مثلا، يجمعوا المزارعين، يعلموا، يجيبوا الخبراء بطرق بسيطه سهله. يعني والله العظيم في بعض الاجهزه بتاعت الري ممكن ثمنها يوصل ل 2000 جنيه في الاول. لو انا حطيتها في الارض في اول سنه هجيب لها 4000 جنيه مجرد وجودها، هتعوض فلوسها في اول سنه. هذه الثقافه والجراه ان حد يغير التقنيه، انا اروح للمزارعين اللي عندهم جراه. يعني اللي انا شايفه اي منطقه دايما تلاقي المزارعين انواع، مزارع دايما خايف يعمل اي حاجه، هو اللي اتعلمه وبيكسب هيعمله مش هغير. في مزارع دايما بيبقى ليدر كده، قائد، عايز يغير وعايز وبيخاطر بجزء عشان يتعلم. زي ما قلت الزراعه ما فيهاش معلومات 100%، المزارع ده امسك فيه بقى في كل منطقه واجي اطلعه اشوف هو بيعمل ايه، ونعمل له تشخيص مظبوط لوضعه، وخبراء يجي يقولوا والله المزارع ده ايه رايك لو انت عملت كذا وكذا وكذا هتحسن انتاجك. هو بطبيعته مزارع قوي وعنده جرأه وليدر، نجح هتلاقي كل وراه. اذا اولا الري، ايجاد منظومه ري افضل من كده بمعلومات يتم نقلها للمزارع. والله انا من تشخيص الشغل الخاص للمزارع وخبرتي في البحث العلمي 70% من نقص الانتاج بيجي نتيجه غلط في الري، زياده ري، زياده ري او تذبذب في الري، مش عارف اروي صح. تحت خيالك 70% من مشاكل الزراعه والتصدير جايه بسبب الميه. يعني مشاكل الفراوله في التصدير دي اساسها معظمها زياده الري وعدم ظبط الري. يعني حضرتك متخيل يعني مشكله مواعيد الري دي حاجه يعني مربكه. لا هم عندهم ميه مش عارف يروي امتى، ما عندوش، ما حدش بيقول له، وهو برده ما بيسعاش يعرف. ما برده ايه، هو ما حدش راح له وهو برده مش عايز يعرف، او ما سالش، او ما يعرفش، هو مش عارف. ما دي برده نقطه. احنا من خلال المكان هنا انا بقول للمزارعين والله 70% من مشاكلك هتتحل مع الري، ان كل حاجه بتخش نبات مع الري، الاسمده، المبيدات، اي حاجه، الري هو اساس النبات. تلاقي دايما مزارع يقول لك انا عندي فكره على التسميد كويسه قوي، على المبيدات كويسه قوي، انما الري ما يعرفش حاجه. اسال اي مزارع على الري يقول لك والله لا انا بخبره. طب انت خبره جبتها ازاي؟ يعني مفيش اجابات. اقدر اقول له والله انت بتروي كام دقيقه بالظبط في اليوم؟ كلام بسيط. والعلم ده اتطور بقى له 50 سنه. يعني ممكن تعمل محطات ارصاد مثلا تغطي كل منطقه، هي موجوده في مصر بس غير مفعله. ثانيا حلول بسيطه. ثانيا الزراعه عايزه اسمده، انا بطلع ثمار وخضار عايز اسمده تغذيه. ربنا خارق 13 عنصر. ال 13 عنصر دول نركز عليهم في التسميد. نرجع للزراعه، سيبنا بقى من شغل بقى الحاجات الانتاج العلمي في الزراعه والرش. النبات ربنا خلق له الجدر عشان ياخد منه العناصر. كل معظم الناس بترش. الورقه ربنا مش مخصصها عشان التسميد، الجدر هو اللي بيخصصها عشان التسميد. فانا بقول للمزارعين تاني، الاساس هو التسميد مع الري، مش رش مركبات وشركات بتضحك عليك. دي احنا سعداء بوجود حضرتك النهارده، ويمكن ده موضوع يعني جديد رغم اهميته لكن بنطرحه بشكل جديد في الحصاد. فسعداء بوجود دكتور ضياء الانصاري، استاذ مساعد كليه الزراعه جامعه الاسكندريه، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا النهارده في الحصاد. الله يخليك يا فندم.
لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم أعزائي المشاهدين. الفقرة الثانية هنتكلم فيها برضو على رعاية النباتات وأنواع الإرشاد اللي محتاجها المزارعين منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد. هشرفنا بعد الفاصل مهندسة أمل صالح رئيس لجنة متابعة المحاصيل البستانية، والمهندسة سحر شرف مدير الإرشاد البستاني بالإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية. ابقوا معنا. برنامج زراعي.